مرحبا، أنا عبير واليوم بدي أحكي لكم عن قانون العمل الأردني. بعد مصيبة الكورونا زادت نسبة البطالة في البلد من 19 ل 25%، فإذا أنت ملاقي شغل بوس إيدك والشقفة، لأنك تعتبر من الفئة المحظوظة في البلد، فتعمل ليش فيها مش ملاقي حالك وبتدور على طموح يا أبو طموح. طيب شو يعني أنك محظوظ في الأردن؟ يعني أنك تشتغل في بيئة عمل بتجنن، بتطبق قانون العمل بحذافيره. طيب شو رأيكم أفصفصلكم القانون عشان أثبت لكم قديش إحنا محظوظين؟ خلينا نبلش بالمادة 19 اللي بتقول على العامل تأدية العمل بنفسه وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل إلخ إلخ إلخ، وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر. طب هون ما حدد نوعية الخطر، يعني لما تتأخر 10 دقائق ويجي صاحب العمل يقول لك ليش متأخر، وتقول له إنك مبارح روحت متأخر وأخذت معك الشغل على البيت، ويقول لك ما حطلب منك تتأخر روح على 5، هون أنت معرض لخطر جلطة. بس هاي الخطورة أكيد مش مشمولة بالقانون إلا إذا قلب عليك الكاونتر وإنت على المكتب، هون ممكن ينظروا في الموضوع. وفي كمان المادة 56 اللي بتقول لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها. دورت بين الحالات وما لقيت الحالة اللي لما ينادوك على اجتماع ضروري تترك كل اللي بإيدك وتروح وتضيع أول نص ساعة بسواليف مديرك لأنه زهقان، تطلع بأجندة حل ما إلها، بعدين بيجوا بيحكوا لك ليش بتضيع وقت، شو صار بما حد طلب منك تتأخر. دراسة من جامعة أكسفورد بتقول إنه إنتاجية الموظف بتزيد 13% فوق المعدل إذا كان موظف سعيد. دورت بقانون العمل عشان ألاقي كلمة إنتاجية وبعدني بدور ليل نهار، ما بنسمع بالدوام غير إنتاجيتك وإنتاجيتك، راتبك محسوب على إنتاجيتك، التثبيت والتجديد برضو على إنتاجيتك، بس لخوك خصم إذا إنتاجيتك مش ولا بد، يعني واضح إنها الأساس. بس شكله اللي حط القانون نسي يذكر هذا الموضوع المهم جدا جدا وتركه لضمير صاحب العمل. أما لست الحبايب اللي مشيت ورا غريزة الأمومة، عندك المادة 70 اللي بتقول إنه بطلع لك 10 أسابيع مدفوعة الأجر ومنهم 6 منهم بعد ما تولدي، ويمنع تشغيلها منعا باتا إلا لما تخلص هاي الفترة. على فكرة هاي مش نكتة عن جد بحكي. طب احذروا إمتى أكثر وقت ممكن يصير فيه ضغط بالشغل؟ صح، وقت ولادتك، وتحديدا وانت عم تاخدي إبرة الإبيدورال. هون القانون أعطاني ميكست فيلينجز، كيف مهتم بنفسية صاحب العمل وخلى راتبك على الضمان بس ما فرض عليه يعين بديل، وانت الله بعينك على المالتي تاسكينج بين فك شفرة ماله الولد بعيط والرد على تليفونات الشغل. ترى هاي بس 3 مواد من القانون، لو بدي أفليلكم إياه ممكن تصيبني سكتة قلبية وأنا بس بحاول أفهمه. طبعا ما حتكون محسوبة إصابة عمل. بنضل نسمع إنه قانون العمل مع العامل، بس تعرفوا إمتى؟ لما يروح العامل يرفع قضية على الشركة اللي لعنت سنسة فيله واللي على الأغلب أقنعك فيها المحامي عشان ترفع قضية على الشركة منه، بطلع منك قرشين وإنت إلك الله.